إذا من داخل التنسيقية الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وباسم كل هؤلاء الأساتذة الحاضرين المجسدين للشكل النضالي اليوم والبارحة وقبل البارحة، نؤكد أن مطلب الأساتذة الأساس هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وتحصين مكتسبات هذا الشعب، ألا هو مكتسب تاريخي لأبناء الشعب المغربي وهو الوظيفة العمومية. نقول للمرة الألف بأنه ليس من حق أي كائن أن يزحف على مكتسبات هذا الشعب. نقول للمرة المليون أن مطلب الأساتذة مطلب دستوري ومطلب مشروع، تتوفر فينا في كل الشروط للولوج إلى الوظيفة العمومية، وبالتالي هذا ليس منا من أحد وليس صدقة من أمزازي، مطلبنا مطلب واضح وهو الولوج إلى الوظيفة العمومية، ونؤكد بأن هذه المقاربة لن تكون يوما حلا، لن تكون يوما حلا، إنما تزيد الوضع احتقانا لا يعقل. نناضل لأزيد من 4 سنوات ونصف والوضعية هي لا زال الأساتذة يقبعون في الرتبة واحد. هذا ما يؤكد على هشاشة هذا التوظيف بالعقدة الذي يحاول وزير التعليم بتغليف التعاقد بأسماء من أسماء أطر الأكاديميات أو موظف جهوي. لا وجود لشيء اسمه موظف جهوي ما دام التعاقد في جواره. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.